تحب ابص على الفحوصات دلوقتي؟ مفيش فحوصات، دي مجرد حجة. حضرتك قلقتني عليك، خير؟ في حاجة ولا ايه؟ انا محتاج اتكلم معاك، بس ما كنتش اقدر اقولك كده قدام شلة الستات اللي عندك في البيت. حضرتك بتشتكي من حاجة ولا ايه؟ ايوه. خير؟ حاسس بايه؟ قلبي. ماله؟ مجرد اني حاسس بيه، وده كان بقاله كتير قوي ما حصلش. تفتكر ينفع في السن ده؟ ينفع جدا، بس انا مش عارف لو يصح دلوقتي ولا لا. مهم ان ده زي ما بتقول بعد طول غياب، وحاجة زي كده ما بتسيبش ابدا. فكرك كده؟ اسأل نفسك وشوف تقدر بعد ما قلبك ده وحسيت اللي حسيته تتخلى عنه كده؟ حس وما تفكرش، في ناس عمرها فات من غير ما تحس بحاجة زي كده.